الاخوان والاخوات، حنا ردا على السؤال ديالك، حنا كاباء وامهات وماشي على الاباء، راه حتى العائلات ديالنا، راه خوتنا وخواتاتنا وكل العائلات وجداتنا ولاو في محراب. حنا ولادنا راه ولا في اكتئاب، لا في بالك، راه ولا عنده اكتئاب، وهذه راه ولا ما نقبلوش. حنا ولادنا يمرضوا ملينا بهذه الطريقه هذه. ايوا الدري باش يكون في المدرجات ويكون دابا سال السنه الدراسيه ديالو بواحد الطريقه زوينه، حنا دابا ولينا كنشوفوا في الصراعات، والصراعات حنا في غنى عنها. حنا ما تصلحش للدوله ديالنا، الدوله ديالنا في امان، وحنا شلنا الربيع العربي شنو خلف وراه؟ راه خلف وراه مآسي، وراه الدول العربيه راه شفتوا شنو واقع، راه في سوريا راه ولاو كيديو خيرات دول اخرى، اليمن راه تما شنو جاري، وليبيا راه الخيرات ديالها ولاو كيستغلوا فيها اخرين، ولكن حنا ما بغيناش بلادنا بحال هكا يوليو يستغلوا اخرين. والربيع العربي دزنا منه سالي. باش تكلمت على الاكتئاب، كيفاش هذا الاكتئاب ديال الوليد؟ مرض نفسي غادي تكبونوا في ولادنا، مرض نفسي. كيشوف بان ولات عليه الحقره. وحنا هكا واباء ولات علينا الحقره. ما يمكنش نقبلوا بهذه الحقره اللي ولات علينا وعلى ولادنا. وراه ماشي انا كاب ولا وكم زوجه ديالي ولا ابنائي. راه عندنا خوت، راه عندنا خواتات، وعندنا عائله كبيره فيها تقريبا اكثر من 100 واحد. وراه ما يمكنش، وقيس على ذلك ضرب هذه هذه 25000 اضربها في 100 واحد وشو شحال غادي تعطيك ديال الاسر اللي اصبح كيسود هذا التظلم هذا وكتعاني من الظلم هذا، ولات كلها ولات كتسول على اولادنا اشنو طاري لاولادكم؟ حنا عائله وحنا ما جيران، مال ولدك ما يقراش يا ودي راه نقصوا لي معام، وعلاش نقصوا لي معام؟ هذا الشعب كله ولا علاش قال لك ولادكم نقصوا لي معام؟ اشنو السبب؟ مالهم اشنو كاين؟ ما بغاهمش يقراو، كان يحبسهم من التحضيري، ما يقراوش اسيدي كاع. ياكتم كتحاربوا الاميه وكتقولوا لي انا من السادس كتخرج 350000 تلميذ وتلميذه ما كيشدوش حتى الشهاده. ايوا علاش هادو ما يشدوش الشواهد ديالهم؟ وما ماشي هذا عار، واحد باغي يلقى وتتقول لي ما تقراش. ايوا ماشي هذا ظلم، وماشي هذه حقره، وماشي هذا. راه والديك القضيه المعزه طلعت للسماء، صافي طارت معزه بركن معزه مع الوزير، الوزير ما عندوش حل. ايوا الوزير ما عندوش حل، الوزير هذا خاصو يقدم استقالته. انا كنطلب وكناشد جلاله الملك من المنبر وامام البرلمان وامام هذا الحج الكبير ديال الطلبه، كناشد الملك محمد السادس نصره الله يتدخل في المواضيع القضيه ويحل لنا الازمه في اقرب وقت، حتى اولادنا يرجعوا الكليات ديالهم ويدوزوا الامتحانات وتعطاهم واحد الفتره معينه ديال هذا الشهر 8، وراعوا الاساتذه ديالهم اللي كاين في الجامعات حتى هما ياخذوا الشهر هذا وتكون الامتحانات مبرمجه في شهر 9 الدوره الاولى والدوره الثانيه الا بغيتوا تحلوا. والملك ديالنا راه هو الحاكم، وهو الحاكم ديال البلاد، هو اللي هو الضامن ديال الدوله. راه ما عندناش حنا حكومه، الحكومات راه تمشي وتجي. هذا راه انسان وزير اليوم هو وزير غدا راه غادي يكون بارك في القهوه بحالو بحال ذاك طار معاشو، راه ما غاديش يكون شي حاجه اخرى. وبالتالي كنطلبوا جلاله الملك الدخول الفوري وفي اقرب وقت وفي اسرع وقت، لان الشعب راه ولا ما في مآسي، وراه ما يمكنش نقبلوا بهالمسائل هذه. راه ولادنا هما حنا وحنا هما ولادنا، راه مصير ولادنا كيهمنا ومصير ولادنا مصيرنا، وهاد الدوله راه ما يمكنش تمشي بهالاتجاه هذا بالطريق الصحيح. واش لا يعقل واحد يقول لك انا باغي نقرا تقول لي تلا ما تقراش؟ ايوا اشنو هي المعادلات؟ كيفاش باش غنشرحوها؟ نجيبوا فلاسفه ديال اليونان؟ واش تما مالكم في القريه الفاضله ولا شنو؟
وحدهم وليتوا في القريه الفاضله، وحنا هنا يمكن في شي قريه غير فاضله، ورحنا بشر بحالنا بحالكم. راه ما تفكروا فيه انتوما، راه كيوصلنا وحتى حنا كنفكروا فيه، والصحيح ولا ما صحيحش. وهذه الطريقه راه ماشي صحيح، راه الحل باين والحل واضح، ووضوح الشمس وفي النهار. الناس اللي داخلين على سبعه يكملوا سبعه، راه انتم غالطين ومغلطين معكم الشعب ومغلطين معكم الامه المغربيه، وراه ما نقبلوش بهذه القضيه. راه مازال كون يجي الوزير ديال الصحه والوزير ديال التعليم العالي ويقول لاولادنا راه انتم غتكملوا سبع سنين وغنزيدوكم عام ديال ثمان سنين دوكزو في المستشفيات وغنعطيكم احسن صرير ناقص، وهل قبلوا به؟ احنا اباء قبلوا مع ابناء، احنا نقبلوا به. علاش؟ هذه هي المساهمه ديال الدوله الاجتماعيه، ماشي تجي تقطعي تم راسه وتعطي ديبلوم عور ولا معاق ما عنده رجل ولا ما عنده عين. ما يمكنش القضيه، وراه ما نقبلوش بها. الله يجازيكم بخير، يكون شويه ديال العقل ويكون شويه ديال الرشد، وكونوا عقلاء وكونوا رشداء واتقوا الله في الامه هذه. راه ما تبقاوش تطاولوا علينا، راه ما تبقاوش ديروا علينا بحال، راه ما تبقاوش ديرنا بحالنا بحال. راه دابا انتم كتشجعوا وفي الهروب جماعة آباء وأبناء. راه دابا أولادنا وكيقول لك انتم اللي شادنا، وحنا حتى حنا ولينا نقولوا من والديكم ما خلانا. علاش؟ لأن ولينا كنشوفوا الميز العنصري في بلادنا، كنشوفوا هنايا العنصرية وكتقاس على أولادنا وفي بلادهم، وهذه راه ما نقبلوش فيها. راه مازال كون كان بلد اخر يدير العنصريه نقبلوا منه نقولوا هذا بلادهم مدسرهم، ولكن احنا الدساره جات علينا في بلادنا وفي المغرب وفي الامه المغربيه. وراه ما يمكنش. راه الاباء ديالنا وقراوا التاريخ، وقراوا التاريخ. راه والدينا احنا جراو على الاستعمار ماشي حب باش يجيو هذو بحال ما هكا الكبرانات وهذو ولاد الاستعمار ويديروا في ولادنا بحالهم. لا، راه جراو على الاستعمار باش ولادنا وحنا نقراو مزيان ونكون الدولة مزيانة، وحنا راه ما يتحكم فينا حتى واحد، لا صندوق النقد ولا بنك النقد. احنا ما يوليش عندو التليكوموند، احنا صندوق النقد الى سلفنا راه ما كيعطيناش فابور، راه كيعطينا بالجزية، وبالتالي الا عطانا 100 مليار راه كنردوا ليه احنا 200 مليار. وبالتالي هو ما يتحكمش لنا في السياسة ديالنا، وما يتحكمش لنا في المشاريع ديالنا وفي التنمية ديالنا. هذا راه غير معقول وما نقبلوش بها. نطلبوا من جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الحاكم الفعلي للأمة المغربية أن يتدخل فورا وإحلال وينزع الأزمة اللي رانا ماشيش في صالح المغرب. ودابا احنا الدولة ديالنا الأمة المغربية عندنا رئيس في حقوق الإنسان، وأي حقوق هذه؟ وفين هي الحقوق؟ وفين هي الحقوق؟ وراه ما هي حقوق هذه؟ وحنا كنطلبوا بالتجويد وبالتنظيم وبالكرامة، والناس يكونوا عقلاء ويكونوا أصحاب حوار ويكونوا أصحاب منظومة صحية وتعليم عالي جيد. راس الحسن الداودي مؤخرا كان في منبر كان في المنبر سميتو المنبر مضياف، راه قال لهم راه الامور ملي كتستعصي جلاله الملك هو اللي كحل، هو الحاكم الفعلي ديال البلاد، هو الحاكم، راه ما يظلم حد. وحنا كنتسناو هذا التدخل الملكي بفارغ الصبر، لان المسائل اصبحت تفوق انفسنا وتفوق طاقتنا، وبالتالي احنا راه ما نقبلوش بالمسائل. والله يجازيكم بخير. راه الحسن داودي راه ما جاش ينقص سنه ولا سنتين او ثلاثه، ولكن بالعكس هو راه دعم الاساتذه ودعم البحث العلمي، والدولة اللي ما فيها بحث وراه ما يمكنش تقدم. وحنا كتقولوا لنا الدولة خاصها تقدم، باش باغي تقدم باش؟ واش تقدم بحال سبع شهور اليوم سبع شهور من الوقوف من التحصيل العلمي والتطبيقي والنظري؟ يتقدم الدولة تقدم بحال في أحسن شبابها وفي أحسن سنوات ديالهم، سنوات الشباب، وما كاين ما أحسن من الشباب. واش بغيتوا تنشيبوا حتى حنا بحال عاد باغيين تعطوا التقدم؟ راه ما يمكنش تقدم. راه الافكار كتشيخ، اما الشباب راه كيعطي افكار نيره، وبالتالي خاصنا نشجعوهم ونشجعوا بلادنا ونهزوا الرايه ديال بلادنا اللي ماتوا عليها جدودنا ووالدينا، وتحيا المغرب. ما ديروش لنا بحال الكبرانه ديال الجزائر،
اللي دوا يرعف انتم هذا هي خدمه الكابرانات طريقهم كحلاب وما جرونا 50 عام وحنا كنضربوا على بلادنا ورا ما كاين حتى حاجه. وتحياتي لجميع الطلبه والطالبات والمنابر والقنوات العموميه والخاصه وبالاخص وسائل التواصل الاجتماعي. والسلام عليكم.